البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى البنات تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم البنات غادي نجيب لكم واحد الوصفه. المهم بالنسبه للحلقه ديالنا، الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي نديروا واحد التدابير زوينه. المهم حنا الوصفه ديالنا ديال اليوم ديال الرائحه ديال الثوم والبصل اللي كتبقى لينا في اليد ديالنا. مثلا ملي كنكونوا البنات كنخدموا بشي، كنخدموا الحوت ولا كنخدموا مثلا الثومه البصله في يدينا، كتبقى لينا ديك الريحه. واخا كنغسلوا البنات بالصابون واخا كنغسلوا كتبقى فينا ديك الريحه. المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه، منها كوماج منها بزاف ديال الحوايج. المهم المكونات اللي عندنا، عندنا زيت الزيتون، عندنا القهوه، وعندنا الحامض، عصير ديال الحامض. بالنسبه للمرحله الاولى ديالنا البنات، غادي ناخذ واحد الجبانيه غنضيف فيها هنايا، غادي نضيف فيها القهوه ديالي، وغادي نضيف فيها العصير ديال الحامض باش نديرو واحد الكوماج خفيفه البنات. هاد المكونه البنات، راه القهوه هادي كتخلي لنا واحد الرائحه زوينه في اليد ديالنا. المهم غادي نخلطو وغادي نديرو واحد الكوماج خفيف. المهم البنات غير باش نوريكم انايا، غادي ناخذ بهاد الطريقه هادي البنات، وغادي نبقى نحك اليد ديالي بهاد الطريقه. نتوما كي كتشوفوا بحال هكا، البنات راه زوينه البنات، كتبقى الريحه زوينه. مثلا كتكونوا كديروا الغداء، مثلا بغيتوا ديروا شي كيكه مثلا شي حاجه، وانتم ديجا خدمتوا بالبصله وخدمتوا بالثومه، كتبقى ديك الريحه البنات، كتبقى ديك الريحه ديال الثومه ديال البصله. مثلا نقيتوا الحوت، نقيتوا الدجاج، اي حاجه كتبقى ديك الريحه. واخا قلت لكم كتغسلوا بالصابون كتغسلوا، ولكن غديروا هاد الطريقه هادي البنات مزيان. كتحكوا صبيعاتكم مزيان اليديات ديالكم حتى همايا بهذه الطريقه، وكتبقاو تفركوا هكا باش كتزول هذيك الرائحه، لان ديك الرائحه البنات راه كتبقى ديال الثوم هادي. واخا تنغسلو واخا كنغسلو مزيان كتبقى هذيك الريحه هانتوما. وكديروا بحال هكا، كديروا بحال هكا البنات هانتوما. دابا البنات انا هنايا غادي نخليها واحد شويه، واحد خمسة ديال الدقائق، وانا كنفركها هكا بيديا، وغادي نمشي نغسلهم وغنرجع معكم باش نوريكم اشنو غادي نديرو في التدبيره الثانيه. التدبيره الثانيه هي حتى كتسالي الشغل ديالك، وكتسالي مثلا شقة كتبغي تكلسي كتريحي. غنديرو واحد الكوماج خفيف لليد ديالنا، وكتبقى اليد ديالنا رطبه وداكشي. هذا غير قلت لكم انا هاد الوصفه هادي اللي عطيتكم دابا، هذا غير كمثلا كنتي خدمتي وبغيتي ديري واحد الكيكه ولا واحد الحلوه، انت باقه في الاشغال ديال المنزل ديالك فهمتي، وبغيتي ديري واحد الحلوه والكيكه، بغيتي تحيدي هذيك الرائحه ديال الثومه وديال البصله، غادي تكتفي بهاد العمليه هذه. اما العمليه الثانيه اللي غادي نوريك هي حتى كتسالي الاشغال ديالك ديال البيت، ديال البيت كامل، وتسالي الكوزينه مثلا طيبتي ساليتي، غادي نعطيك واحد الوصفه. المهم البنات انا هنا دابا غادي نمشي غادي نغسل اليديا باش نعطيكم المرحله الثانيه. غادي نخدموا نيت بنفس هاد المكونات غنزيدوهم، ولكن غادي نزيدو هنا زيت الزيتون. البنات صافي غسلت اليد ديالي باش نوريكم هنايا. هنا البنات راه درت العصير ديال الحامض ودرت شويه ديال زيت الزيتون. هنا خصو يكون الخليط ديالنا بحال هكا البنات، هانتوما كي كتشوفوا خصو يكون بحال هكا. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى. هانتوما البنات كناخذوا واحد الكميه وكنبقاو نديروا الكوماج، لان البنات زيت الزيت راه ترطيب، والحامض هذا الحامض كيبيض، والقهوه كتعطينا واحد النضاره لهذا البشره ديالنا. هانتوما شفتوا كتبقاو ديروا الكوماج بحال هكا، هذا حتى كتساليوا البنات كيف قلت لكم، حتى كتساليوا الشغالات ديالكم عاد كتزيدوا داك زيت الزيتون عليه، وكتبقاو ديروا الكوماج ديالكم بحال هكا. كتخليوه في اليد ديالكم تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق، وكتبقاو ديروا بحال هكا بحال هكا البنات. صافي البنات، وكتخليو حتى كتغسلو اليد ديالكم، ومنها كتحيد ديك الرائحه ومنها كوماج البنات.
غير جربوه البنات راه كيجي رائع بزاف. نتوما شفتوا راه كاين اللي تقدري ديريها يوميا البنات، راه تقدري ديريها يوميا. دابا بحال دابا انا هذا غادي ناخذو فواحد القريعه وغنخليه في الثلاجه، ما يخسر ليا ما حتى شي حاجه، نخدم به غدا بعد غدا وهكا وهي غادا عاوتاني. نتوما البنات شفتوا صافي، ونخليها البنات بحال هكا ونخليه في اليد ديالي. غنخلي دابا انا البنات ونرجع معكم باش نوريكم الشكل. الشكل كنت غنقول لكم الشكل ديال الكيكه باش نوريكم كيفاش الكيك تقول البشره ديالنا رطبه. هانتوما البنات عادي غسلت اليد ديالي عادي، هانتوما كي كتشوفوا هانتوما ما كتبقاش هذيك الريحه، ما كتبقاش بزاف ديال الحوايج. ولا عجبكم الفيديو البنات وعجبتكم هذه الوصفه ان شاء الله غنبقى نحط لكم وصفات بحال هكا. ديروا لايك وشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد.